وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. واذكر أيها النبي حين جعلنا وصيرنا الكعبة المشرفة مرجعا للناس يأتون إليه من كل مكان فيأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه مرة أخرى، تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا، ومجمعا لهم في الحج والعمرة والطواف والصلاة، وأمنا لهم من المعتدين وسلاما لهم من الخوف. فألقى الله عز وجل مهابة البيت الحرام في قلوب الجميع، ومن دخله كان آمنا. فللإنسان في البيت الحرام حرمة، وللحيوان حرمة، وللطير حرمة، حتى النبات له حرمة في البيت الحرام. وكان الرجل يجد فيه قاتل أبيه أو أخيه فلا يتعرض له حتى يخرج من الحرم، وجاء الإسلام ليزيده حرمة وتعظيما وتشريفا وتكريما. واتخذوا واجعلوا من مقام إبراهيم مكانا للصلاة. ومقام إبراهيم على أرجح الأقوال هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالبيت 7 أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين البيت وصلى 2 ركعات طواف، يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص. وأوحينا إلى إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام وأمرناهما أن طهرا بيتي من كل رجس أو دنس مادي أو معنوي. فلا يكفي أن تطهرا بيتي من الأقذار والنجاسات والدنس، ولكن أيضا فلتطهروه من الشرك والريب والكفر والضلال، فيكون مهيئا للطائفين حول الكعبة وللمعتكفين المقيمين في المسجد الحرام والمصلين. ترك الله عز وجل في البيت الحرام شاهدا ودليلا على إمامة إبراهيم، وهو مقام إبراهيم. ولا يقل مقام إبراهيم عن الحجر الأسود في المكانة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الركن والمقام يقوتتان من الجنة، طمس الله تعالى نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيراً.